تحياتي أعزائي الطلبة. وصلنا إلى هذه النقطة، نشرح soil water categories، يعني أصناف الماء في التربة. فقلنا النوع الأول، تحدثنا النوع الأول هو gravity water. gravity water water which drain away under the influence of gravity، الماء اللي يتصرف نتيجة للجاذبية. soon after irrigation، بعد عملية الري or rainfall أو حدوث المطر. this water remains، هذا الماء يبقى in the soil and saturate the soil، فهذا الماء يبقى بالتربة ويشرب التربة ويشبعها. thus preventing circulation of air in void space، ولذلك هذا يمنع circulation of air، حركة الهواء في الفراغات. فالماء اللي يتجمع بالتربة وينزل بعدين نتيجة الجاذبية، هذا نسميه عادة gravity water. بعد ذلك يجينا capillary water. capillary water فهذا held within soil pores due to the surface tension force، نتيجة قوة التجاذب السطحية اللي هي مضادة، ممكن تكون مضادة للجرافيتي للجاذبية. which act at the liquid vapor or water air interface، فالماء اللي يظل ملتصق بحبيبات التربة نتيجة وجود هذا قوى الجذب السطحي، نتيجة وجود قوى الجذب السطحي يبقى تجاذب ما بين الماء وما بين حبيبات التربة، فتبقى كمية من المياه ملاصقة لحبيبات التربة، تبقى رطوبة في التربة. هذا نسميه الكابيلاري ووتر. فالماء قلنا نسميه كابيلاري يجي من قوة التلاصق هذه surface tension forces اللي هي against gravity، اللي تسمح للماء بالبقاء في طبقات التربة بحيث يمكن انه تنتفع منها الجذور. ايضا عندي الهايدروسكوبيك ووتر. الهايدروسكوبيك ووتر held within soil pores، هذا يبقى او ينحمل في داخل او خلال الفويدز او البورز او فتحات ما بين حبيبات التربه due to the surface tension force، ايضا هذا بسبب surface tension forces اللي هي against gravity ايضا. which act at the liquid vapor or water air interface، فايضا يبقى في التربه مضاد للجاذبيه نتيجه هاي القوى، قوى التلاصق. water attached to soil particles through loose chemical bond، فالماء اللي ملتصق بحبيبات التربة من خلال الترابط الكيميائي. this water can be removed by heat only، هذا الماء يبقى مترابط ويا حبيبات التربة ويا soil particles وما يتوخر إلا من خلال الهيت، من خلال وضع التربة أو نموذج من هاي التربة في فرن. فcan be removed by heat only، but the plant roots can use a very small fraction of this moisture under drought condition. وطبعا جذور النباتات ممكن أنه تستعمل جزء قليل من هذا الماء خلال فترات الجفاف الشديدة جدا. فالاعتماد الأساسي مثل ما تلاحظون على الكابيلاري ووتر، في حين الهيدروسكوبيك ووتر نتيجة الترابط الكيميائي مع حبيبات التربة من الصعب أنه النبات جذور النباتات تستعمل هذا الماء، تستعمل الهيدروسكوبيك ووتر إلا في حالات الدراوت الشديدة، إلا في حالات الجفاف الشديدة ممكن تاخذ شيء بسيط جدا، very small fraction، جزء بسيط من هذا الماء. فتذكر دائما ثلاث انواع من المياه
الموجودة بالروت زون منطقة الجذر الجرافيتي ووتر الكابيلاري ووتر والهيجروسكوبيك ووتر. الجرافيتي ووتر مثل ما قلنا هذه اللي تصرف نتيجة الجاذبية، الكابيلاري ووتر تبقى تكون against gravity ضد الجاذبية نتيجة قوة الترابط، وموجود ماء آخر أيضا نتيجة قوة الترابط الكيميائي. هذا من الصعوبة على جذور النباتات أنه تستعمل هذا الماء. عندي مفهوم آخر نسميه الفيلد كاباسيتي، عندي مفهوم آخر نسميه الفيلد كاباسيتي يعني قابلية هنا نقدر نشوف التعريف مالته. The water remaining in the soil after the removal of gravitational water is called the field capacity. من بعد ما يروح الماء اللي يصرف نتيجة الجاذبية اللي ينزل يروح نتيجة الجاذبية، الرطوبة اللي تبقى في الرطوبة اللي تبقى في التربة اللي تشمل مثل ما قلنا الكابيلاري ووتر والهيجروسكوبيك ووتر، هذا نسميه الفيلد كاباسيتي. فكمية المياه اللي تبقى في التربة بعد أنه يتصرف الجرافيتيشنال ووتر أو الجرافيتي ووتر، هذا نسميه الفيلد كاباسيتي. الفيلد كاباسيتي of a soil is defined as the moisture content، المحتوى الرطوبة أو المحتوى المائي، محتوى الرطوبة لديب permeable and well-drained soil، فلتربة عميقة نفاذة بها تصريف جيد. الماء اللي يبقى بها several days after a thorough wetting، الماء اللي يبقى بها لعدة أيام بعد انه تكون تغرقت بالماء او يعني انغمرت بمياه الري او مياه الامطار، هذا الماء نسميه field capacity. هذا نسميه field capacity. Field capacity is measured in terms of the moisture fraction. هذا field capacity يقاس بلحاظ نسبة الرطوبة في التربة، نسبة الرطوبة في التربة. فهنا ال W لاحظ انه هذا وزني، كل ما تشوف هذا وزني للفيلد كاباسيتي، هذه ال F C الفيلد كاباسيتي يساوي وزن الماء، وزن الماء على وزن السوليدز، وزن الماء على وزن السوليدز. الفيلد كاباسيتي ديبند اون بوروسيتي، هذه الفيلد كاباسيتي تعتمد على البوروسيتي، على المسامير and soil moisture tension، تعتمد على المسامير وتعتمد أيضا على moisture tension soil moisture tension، قوة الترابط مع بين الرطوبة ومع بين التربة. أيضا the volumetric moisture content، the volumetric moisture content المحتوى الرطوبة الحجمي، لاحظ هنا هذا وزني، محتوى الرطوبة الحجمي at the field capacity بالنقطة الفيلد كاباسيتي أو مستوى الفيلد كاباسيتي اللي نستعمل هذا التعبير إليه، نستعمل هذا التعبير إليه becomes equal to GP times WFC. فنفس هذه من ناحية وزنية نضربها في specific weight، نضربها في specific weight تتحول إلى نسبة حجمية مثل ما تشوفون هنا، ومثل ما نروح مثل ما راح نشوف بالأمثلة. طيب عندنا أيضا مفهوم آخر لازم نفهمه بالإضافة للفيلد كاباسيتي، بالإضافة للفيلد كاباسيتي اسمه البيرمننت فولتينج بوينت، البيرمننت فولتينج بوينت نقطة الذبول الدائمية، نقطة الذبول الدائمي. فالplant are capable of extracting water from their root zone، النباتات قابلة أو عندها القدرة لامتصاص الماء من منطقة الجذر، من تربة منطقة الجذر to meet their transpiration demand، حتى توفي أو تسد حاجتها، حاجة النباتات إلها قابلية. هاي النباتات عادة أو الأشجار
لها قابلية أنه تمتص الماء من من تربة منطقة الجذر، تربة من في منطقة الجذر. If no further addition of water، إذا استمر نقص الماء، إذا استمر نقص الماء، the rate of water absorption by plant، نسبة أو معدل امتصاص الماء للنباتات may not meet their transpiration demand. هذا الامتصاص للماء من قبل النباتات ما يوفي حاجتها للمياه، ما يوفي حاجتها، حاجة العمليات بها، عمليات إنتاج الطاقة، transpiration, and the plant may either wilt or even die. فالنباتات ربما تذبل wilt تذبل، أو ربما إذا استمر هذا النقص بالنهاية تموت. فالآن على أساس هذا المفهوم أنه النباتات تستطيع أنه تأخذ الماء من الروت زون سويل، وإذا ما موجود هذا الماء في الروت زون سويل راح تضطر ما راح تلقى الماء اللي تحتاجه، فتوصل إلى نقطة الذبول أو الموت. على هالأساس هذا راح نعرف هذا المصطلح اللي هو الـ permanent wilting point، نقطة الذبول الدائمية. is defined، هاي هنا لاحظ، is defined يعرف أو تعرف as the soil moisture fraction، هو القسم أو الجزء من رطوبة التربة at which اللي فيها اللي عدها. هنا هذا استعملنا، لاحظ الـ W دائما نشير إلى الوزني، والهاي الـ WP تشير إلى الـ wilting point، تشير إلى الـ wilting point. هنا هذه تشير إلى الـ wilting point، يعني اختصار للـ wilting point أو نقطة الذبول at which the plant leaves wilt، اللي بيها أوراق النبات تذبل وتسقط permanently بشكل دائم and applying additional water، وإضافة مياه بعد ذلك after this stage بعد هذه المرحلة will not relieve the wilting condition، إضافة ماء أو السقي بعد ذلك ما راح يعدل اللي صار، يعني ما راح يرجع هذا الذبول أو ما راح يبعد هذا الذبول، يعني ما يرجع النبات من الذبول وإنما يذبل ويموت. فنقطة الذبول الدائمية هي هاي النقطة اللي يوصل بها النبات نتيجة الحاجة للماء، أنه تذبل أوراقه وتساقط، بحيث حتى لو ضيف مياه بعد ذلك ما راح ينفع النبات. The soil moisture tension، السحب أو الترابط ما بين المويستشر وما بين السويل at this condition is around 15 bar، طبعا عالي هذا، ولذلك ما تقدر النباتات انه تسحب الهايجروسكوبيك ووتر، ما راح تقدر تسحب الهايجروسكوبيك ووتر بكميات كبيرة بحيث انه تنتفع منها. ليش؟ يعني قلنا شدة الترابط ما بين السويل والمويستشر. لاحظ هنا هذا هاي حالة الساتوريشن، هاي قلنا حالة الساتوريشن أو التشبع أو الانغمار بالماء. لاحظ هنا الماء يغطي كل حبيبات التربة، يغطي كل حبيبات التربة. من بعد ما يروح لاحظ هنا من بعد ما يروح الجرافيتي ووتر، توقف المطر أو يتوقف الري، ينزل الجرافيتي ووتر أو الجرافيتيشنال ووتر، ينزل تبقى شنو، يبقى الكابيلاري ووتر والهايجروسكوبيك ووتر. فمن يبقى الكابيلاري ووتر والهايجروسكوبيك ووتر، هذه نقطة الفيلد كاباسيتي، هذه نقطة الفيلد كاباسيتي، هاي قابلية التربة، قابلية التربة لحفظ الماء، قابلية التربة لحفظ الماء، هذه الفيلد كاباسيتي. لما يروح هذا، لما يروح هذه المياه الكابيلاري ممكن يبقى، لاحظ هنا قسم قليل مياه نسميها الهايجروسكوبيك ووتر، ما ينتفع هواية منها الجذر إلا very small fraction، نسبة قليلة جدا أو يعني جزء قليل جدا.
فيوصل إلى مرتبة الـ permanent vaulting point PWP أو الـ permanent vaulting point. فلاحظ هنا بالـ permanent vaulting point هاي صورة أكبر. هذا unavailable water، هذا صحيح مي، هذا مي صحيح ولكنه unavailable، هذا غير متوفر للنباتات، لجذور النباتات، يعني ما تقدر تأخذ نتيجة شدة الترابط ما بين هاي المويستشر وما بين هذا البارتيكل، هاي البارتيكلز. فهذه نسميه البرمننت والتينج بوينت. فلاحظ هنا هذا هاي الفيلد كاباسيتي هنا، هاي الفيلد كاباسيتي هنا اكسس ووتر يعني مياه زائدة راح تتصرف باي جرافيتي نتيجة الجاذبية. نوصل إلى مرتبة نسميها شنو الفيلد كاباسيتي، نوصل إلى مرتبة فيلد كاباسيتي. لاحظ هنا الترابط 0.1 to 0.2 بار سكشن، سكشن السحب، سكشن هنا السحب. فهذا ممكن النبات أو جذور النبات ممكن أنه تستفيد من هذا الماء، لأن قوة الترابط قليلة وحبيبات التربة فيمكن يستفيد من الماء. فهذا هو الـ available water، هذا هو الـ available water اللي هو ما بين الـ permanent vaulting point وما بين الـ field capacity، ما بين نقطة الـ field capacity والـ permanent vaulting point. هذا نسميه available water، هذا نسميه available water. إذا انخفض الـ available water إلى أن نوصل إلى الـ permanent vaulting point اللي قلنا التنشن هنا يكون 15 بار، around 15 بار suction، يعني قوة الترابط أو السحب يراد لل يعني يحتاج نبات أعلى من 15 بار suction يلا يحصل هذا الماء، فياخذ بنسبة قليلة جدا من هذا الماء. الماء الباقي unavailable water، يعني قلنا hygroscopic water unavailable، مو سهل النبات يستفيد من عنده. كذلك هذه صورة أخرى، هذه صورة أخرى هنا different stages of soil moisture content in soil، different stages مراحل متعددة of soil moisture content لمحتوى محتوى الرطوبة في التربة لتربة محددة. لاحظ هنا هذا هاي نقطة saturation، هاي نقطة saturation. هذا الماء كله هو الجرافيتيشنال ووتر، هذا الجرافيتيشنال ووتر واللي يصرف بشكل سريع، رابيد درينج، رابيد درينج يعني راح يصرف هذا بشكل سريع. فنوصل الى نقطه اسفل منه اللي هي الفيلد كاباسيتي، نوصل الى نقطه اللي هي الفيلد كاباسيتي. فهنا لاحظ بالفيلد كاباسيتي الكابيلاري ووتر موجود في هذه المرحلة، الكابيلاري ووتر اللي درينج مالته يكون سلو بطيء، لأن أكو هناك قوة ترابط ما بين البارتيكلز والماء جزيئات الماء، إلى أن نوصل إلى البرمننت والتينج بوينت، إلى أن نوصل إلى البرمننت والتينج بوينت هنا. بعدين الماء المتبقي يكون هايجروسكوبيك واللي ما عندنا درينج هنا طبعا، واللي صعب انه النبات ينتفع منه، يعني هذا ما يروح الا في حالة الاوفن دراي كونديشن، الا اذا ناخذ عينة نخليها بالفرن، نحميها بالفرن الى ان يروح منها الماء. طيب مفهوم اخر اللي هو الافيلبل ووتر، مفهوم اخر هو الافيلبل ووتر. هنا هذه AW نقول عن الـ available water the difference in the moisture content of the soil فرق المحتوى المائي لتربة between its field capacity and the permanent vaulting point. فالـ available water هو الفرق ما بين نقطة الـ field capacity وما بين نقطة الـ permanent vaulting point. هذا الماء هو الـ available water، هذا الماء هو الـ available water بالصورة السابقة ما بين الـ field capacity وما بين الـ permanent vaulting point. هذا الـ available water، المياه المتاحة، المياه المتاحة أو الرطوبة المتاحة للجذور، الرطوبة المتاحة
للجذور. فلاحظ difference in the moisture content of the soil between بين its field capacity and the permanent wilting point. ما بين ال field capacity وما بين ال permanent wilting point. Within the root zone, في منطقة الجذر of the plant is termed available water. تسمى available water, المياه المتاحة أو الممكن أخذها من قبل الجذور. أيضا طبعا ال available water represents تمثل the maximum moisture, تمثل أعلى رطوبة which can be stored in the soil for plant use. هذه أعلى رطوبة ممكن أنه تخزن في التربة لاستعمال النباتات. أعلى رطوبة ممكن تتخزن بالتربة من أجل استعمال النباتات. وأيضا total available moisture, total available moisture راح نرمز لها بالDT, راح نرمز لها بالDT. ليش DT؟ لأن in terms of depth راح نعبر عنها بالdepth, بالdepth أو العمق. For a plant or soil is given by this equation. فDT, لاحظ هنا DT هي total available moisture. Total available يعني available water. Available water هذه يعني available water, نقدر نخلي هنا هاي تساوي AW أو available water. فتساوي هذا المحتوى الرطوبة الحجمي في نقطة الفيلد كاباسيتي ناقص المحتوى الحجمي أيضا, لاحظ هذا كله حجمي, في نقطة الويلتينج بوينت, في نقطة الويلتينج بوينت مضروبة في depth of root zone, مضروبة في عمق الروت زون. بعدين عندنا مصطلح آخر هو الـ readily available water. الـ readily available water الـ RAW, soil moisture content near the wilting point, محتوى الرطوبة للتربة قريب من الـ wilting point is not easily extractable, مو بشكل سهل إنه ينسحب by the plant, بواسطة النباتات. عندنا readily available moisture is used to represent that fraction of the available moisture which can be easily extracted by the plant. جزء من هذا الماء الـ available water يكون ينسحب أو يكون قابل للامتصاص من قبل الجذور بسهولة. يعني هنا القضية readily معناته السهل أو المتوفر بسهولة. فالريدايلي available water الماء المتوفر بسهولة, هذا يكون عادة 75%. لاحظ هنا الريدايلي available moisture is approximately 75% of the available moisture. فإحنا قلنا اتذكروا قلنا أنه هذا ما بين الفيلد كاباسيتي وما بين البرمننت wilting بوينت, ما بين الفيلد كاباسيتي والبرمننت wilting بوينت, هذه نسميه available water, هذا نسميه available water. ولكن لاحظ كل ما ينزل هذا الماء كل ما نقترب أكثر من لحظة الـ permanent wilting point يصبح أصعب. فلذلك إحنا قلنا أنه 75% أو 3/4 من هذا الماء سميناه readily available water, الماء اللي ممكن سحبه, ممكن أخذه من قبل الجذور بسهولة. فلذلك سمينا هذا اللي هو قلنا 75% سميناه readily available water, سميناه readily available water. طيب مفهوم آخر اللي هو management allowed deficit, أعتقد أتوقف هنا وأكمل على المحاضرة الجاية حتى ما أطول عليكم. تحياتي لكم, أكمل إن شاء الله بالمحاضرة الجاية على الـ Management Allowed Deficit. شكرا جزيلا.